أخيرا حكاوى خليجية، الفقرة اليومية التي بدأنا فيها منذ أسبوع مواكبة لكأس الخليج، قصص يحكيها من عاشر كأس الخليج. هذه المرة ياسر القحطاني يتحدث عن كواليس التي شاهدناها سابقا في فقرة الملعب زمان، كانت في الكويت في خليجي 16، وتلك الاحتفالات التي نقلناها من الفندق كان في صور مختلفة. ياسر القحطاني كان يتكلم عن هذا الموقف، وكذلك عدنان الطرياني أحد النجوم الإماراتيين المعروفين يتحدثون عن مواقف مختلفة لكأس الخليج، وسعيد العمري كان على الإعداد. ذكريات كأس الخليج صراحة ما تنسى. أنا بالنسبة لي بدايتي كانت انطلاقتي من كأس الخليج، كان خليج 16 هنا في الكويت، وكان فيها يعني أكبر حدث فيها أنه المنتخب حقق فيها اللقب، والحمد لله كان لي أنا فيها كلمة حسم في الأهداف. أيضا يعني من المواقف أنه تم إلغاء هدف لي أمام منتخب البحرين، كان من أجمل الأهداف لو أحتسب يعني في حياتي. أنا شاركت بطولة خليجي إلى خليجي 19. خليجي 20 كان المنتخب شارك بمنتخب آخر، لأنه كان عندنا مشاركة في البطولة الآسيوية، وكان آخر مشاركاتي في بطولات الخليج كان في خليجي 19 في عمان، وحققنا فيها الوصيف. نعم، كان الأمير تركي بن خالد صراحة له فضل كبير بعد رب العالمين، وراهن على ياسر يعني في بداياتي. أنا كنت لاعب يعني صغير في السن، ولاعب في فريق القادسية كان تونا صاعدين يعني من درجة أولى، فكانت مغامرة للأمانة، لكن الحمد لله رب العالمين قدرت أبيض وجهي. يعني هذه كانت احتفالات بعد ما فزنا على المنتخب العماني. طبيعي يعني فريق فائز أكيد إنه بيفرح وينبسط. كان قائد الفرقة يعني محمد نور هو اللي حاس الدنيا قبل. كانت خليجي 17 يعني كانت خروجنا من الدور الأول، مع أنه كان فريقنا يعني مرشح أنه يحقق البطولة، ولكن كانت النتيجة مخيبة للأمانة. كنا للأمانة يعني متحمسين، وكان عندنا ثقة أن احنا حنكون أبطال، ولكن حدث اللي حدث يعني يمكن هذه كانت أسوأ اللحظات. في بدايات دورة الخليج بديتها في سلطنة عمان كأس الخليج السابع، وانتهيت في كأس الخليج في دولة الإمارات، سبع بطولات كأس الخليج. مع أني أنا مش محظوظ في بطولات الخليج، لكن بدايتي كانت طيبة مع المنتخب في بطولة عمان. كنت سجلت في أسرع هدف. أسرع هدف في مرمى مين؟ في مرمى قطر، والله مش كثيرة، لكن في حدود ال 6 أو 7 أهداف في مرمى الدعية في دورة الخليج الثامنة بالبحرين. عبد الله. إي نعم. عبد الله. مباراتنا مع المنتخب السعودي في السعودية في الرياض في دورة الخليج. والله ما أذكر، هاي التاسعة. كنا متقدمين هدفين، ونزلت الشوط الثاني كنت سبب في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي، وبعد ما سجلوا الهدف التعادل فحرزنا على المركز الثالث. لو احنا كنا متقدمين على المنتخب السعودي كنا احنا ممكن نلعب النهائي مع المنتخب العراقي. والله دائما احنا كمنتخب خليجي يعني الخليج جمعنا وبطولة الخليج جمعنا، لكن التحدي يصير بيننا على الغداء على العشاء على فيكون في تنافس من بيننا احنا. هذا يقول انا باخذ البطوله، هذا يقول انا بعرق لكم، هذا يقول انا بخرب عليكم بكره المباراه، فيكون التنافس تنافس شريف، ولكن تطلع هذه حلاوه بطوله الخليج. يعني مثل يوسف التنيان، فهد المهلل، سعيد العويران، دائما كان تنافس من بيننا، لكن تنافس اخوي وهم اصدقاء واخ يعني اخوان عزيزين علينا.
مهما اختلفت الظروف وتغيرت إلا أن بطولة الخليج سيظل لها رونق خاص. واللي تابع تصريحات اللاعبين والفيلم الوثائقي اللي كان الذي تقدمه القناة الرياضية سيعرف ذلك جيدا. عموما بالتأكيد نذكر بأننا سوف نتابع إن شاء الله من يوم الجمعة، سيبدأ البرامج كلها ستبدأ من البحرين، وعدد من استوديوهات التحليل أيضا سنقدمها من هناك، والبرامج وطاقم كامل بدأ في الذهاب إلى البحرين والاستعداد لتغطية البطولة بشكل يليق بها إن شاء الله ويليق أيضا بمتابعينا. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لضيفي الكريم عبد الله الفرج الكاتب الصحفي صحيفة الرياض، شرفتنا عبد الله، يعطيك العافية. شكرا لك. أيضا نقدم شكرنا واعتزازنا وتقديرنا للكابتن حمد البيخي، كان مفترض يكون معنا. أنا على المستوى الشخصي وأكيد يعرفون المتابعين بأنه له يعني له حضور مختلف بالنسبة لي، دائما أقدر وجوده، كنت أتمنى يكون موجود معنا لكن للأسف في ظروف حالة دون ذلك، نعتذر له وإن شاء الله بإذن الله تعالى هو يعني من وفينا وأكيد حنشوفه كثير في الأيام القادمة. شكرا له عموما على حرصه واهتمامه، الكابتن حمد البيخي الكابتن القدير المحبوب من الجميع حقيقة. شكرا لفريق الإعداد اليوم بقيادة عايد القحطاني مدير التحرير، سعيد العمري، عبد العزيز الحكماني، معاذ الحميدي، عبد الرحمن ناصر، وسهل الغانمي، ومخرجنا اليوم فيصل الخمعلي، وزميلنا أيضا عبد الله الحرازي المشرف على الإعداد أيضا. بكرة نشوفكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.